كل المجد والكرامة أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك أهديك كل المجد شديد الرفعات.
الدجال وينادي بعتقي الدجال الأقوى يخرج من السجن الدجال الأقوى ينير الظلام يسوع المسيح Thank you.
Thank you.
شوي طهرنا من آثار تكسرنا دمك هو اللي ينصرنا عالشكوى اللي تحاصرنا دمك هو اللي يطلقنا من أفكار تسجننا دمك هو طهرنا من آثار تكسرنا دمك هو اللي ينصرنا عالشكوى اللي تحاصرنا دمك هو اللي يطلقنا من أفكار تسجننا. يحررنا من الأحزان تغرنا
مثل سلامك هذا اللي فوق الإحساس،
ومثلك ومثل حنينا يا يسوع يا رفع الفرس. ماكو مثلك أسد رهيب يحطم كل خطة شيطان. ماكو مثلك أحسن قائد وصلنا البر الأمان. ماكو مثلك سيدي حامي. ماكو مثلك نجم منير ينور كل ظلمة حيرة. ماكو مثلك ملك قديم يكسر كل أعمال هامة. ماكو مثلك ومثل جمالك يا يسوع انت الحياة. ترى نمشي فهنا ذبيحة لي نسبحك نعلم غينا. اقبلها منا يا ملي كرس حياتنا لرضاك. ترى نمشي فهنا الجسد بل حسب الروح. لأن شريعة روح الحياة في المسيح يسوع تحررني من شريعة الخطيئة والموت. لأنه ما عجز الشريعة أن تفعله إذ أنها كانت ضعيفة بسبب الجسد. الله مرسل ابنه في شبه جسد الخطيئة ومن أجل الخطيئة
أدانا الخطيئة في الجسد لكي يتم فينا بر الشريعة. نحن الذين نصدق حسب الجسد بل حسب الروح. إن الذين هم حسب الجسد يفكرون في أشياء الجسد، وأما الذين هم حسب الروح في أشياء الروح. لأن نتيجة فكر الجسد هي موت، وأما فكر الروح فحياة وسلام. لأن الفكر الجسدي هو عداوة لله، لأنه ليس خاضع على شريعة الله ولا حتى يستغلك. إذن الذين هم حسب الجسد لا يستطيعون أن يسروا الله، ولكنكم لستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله يسكن فيكم. ولم يكن لأي رجل روح المسيح فهو ليس له أيضا. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيئة، ولكن الروح حياة بسبب البر. ولكن كان روح الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام المسيح من بين الأموات سيحيي أيضا أجسادك الميتة بروحه الذي يسكن فيكم. لهذا يا الأخوة نحن مديونون ليس للجسد، لنعيش حسب الجسد. فإن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن كنتم بواسطة الروح تميتون أعمال الجسد فسوف تحيون. فإن كل المقادين بروح الله هم أولاد الله. لكم ترون أيضا روح العبودية للخوف، بل أنتم روح التبني الذي به نصرخ أبا الآن. الروح أيضا يشهد مع أرواحنا أننا أولاد الله، وإن كنا أولادا فورثا إذا ورث الله وشركاء الأرث مع المسيح. إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإن يحسبوا أن آلام الزمان الحاضر غير مستحقة أن تقارن مع المجد الذي سيعلن فينا. لا توقع الخليقة الصادق ينتظر إعلان أولاد الله. لأن الخليقة أخضعت الباطل ليس بإرادتها بل بسبب الذي أخضعها في الرجاء. لأن الخليقة نفسها سوف تحرر من عبودية الفساد إلى حرية أولاد الله المجيدة. لنعلم أن الخليقة كلها تئن وتتمخض في الألم معا حتى الآن، وليس هي فقط، لكن نحن أيضا لأننا مقولة الروح نحن أنفسنا نئن في أنفسنا منتظرين التبني أي خلاص أجسادنا. لأننا مخلصون بالرجاء، ولكن الرجاء المرئي ليس رجاء لما يراه الرجل فلماذا يرجوه أيضا؟ ولكن كنا نرجو ما لا نراه فبالصبر ننتظره. هكذا الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لا نعلم كيف يجب أن نصلي كما يليق، ولكن الروح نفسه يتشفع لأجلنا بأنات لا تنطق. والذي يفحص القلوب يعرف ما هو فكر الروح، لأن الروح يتشفع القديسين حسب مشيئة الله. ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله المدعوين حسب قصده. فالذين عرفهم وأيضا عينهم لكي يكونوا مشابهين لصورة ابنه، لكي يكون هو البكر بين أخوة كثيرين. والذين عينهم ودعاهم أيضا، والذين دعاهم وبررهم أيضا، والذين بررهم هو مجدهم أيضا. فماذا نقول إذن لهذه الأشياء؟ إن كان الله معنا فمن هو علينا؟ ذلك الذي لم يحتفظ بابنه بل اسلمه من اجلنا جميعا، كيف لا يجود علينا معه بكل شيء ايضا؟ ومن سيتهم مختار الله؟ ان الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ ان المسيح الذي مات بالاحرى قام، الذي هو جالس عند الله، هو يشفع فينا ايضا. من سيفصلنا عن محبه المسيح؟ اضيق ام شده ام اضطهاد ام جوع ام حريه ام خطر ام سيف؟ لكم مكتوب نحن من اجلك انه مات طول النهار لقد حسنا كغنم للذبح. كلا نحن في كل هذه الأشياء عظم منتصرين بالذي أحبنا، لأني مقتنع أن لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رئاسات ولا قوات ولا أشياء حاضرة ولا أشياء قادمة ولا علو ولا عمق ولا أي خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا. فترة الصلاة. طالبين روحك ينسكب فينا بالجديد يا رب، طالبين نارك تشعل فينا يا رب، طالبين يا رب حضورك يملى المكان يا رب. احنا واثقين انك انت معنا يا رب بكل لحظه يا رب. نشكرك على حضورك معنا، نشكرك يا رب على تعزياتك لنا، نشكرك يا رب سواء احنا عيوننا شايفتك او لا يا رب انت معنا يا رب. بالايمان شايفينك يا رب، بالايمان يا رب نعرف انك انت نصيرنا يا رب، نعرف انك انت
منتصر يا رب. هللويا. نعرف يا رب انه كل اعدائنا مغلوبين يا رب. قد ما انظلمنا يا رب، قد ما كان يا رب الظروف ضدنا يا رب، مهما كانت الايام صعبة، نعرف انه يا رب نحن منتصرين فيك يا رب. نعلن دمك على حياتنا يا رب، نعلن دمك على اخوتنا يا رب، نعلن دمك على كنيستنا يا رب، على اولادك من كل مكان يا رب، نعلن دمك علينا يا رب. اشكرك يا رب لانك انت دست الحياة يا رب. هللويا. حطمت كل عمل الشيطان يا رب. اشكرك يا رب، صلي انك انت تعطينا قوة الايمان يا رب، اعطينا نآمن فيك، نخلي عيوننا ثابتة عليك يا رب. يا رب ارسل قوة من عندك يا رب، ارسل قوتك يا رب لنا، ارسل قوتك تجري فينا يا رب. يا رب اعطينا هذا السلطان يا رب انه احنا ندوس الحياة يا رب. اعطينا يا رب السلطان، اعطينا يا رب، فتح عيوننا يا رب، نور قلوبنا يا رب. صلي انك انت تقوينا اكثر، شوف العدو مهزوم باسم يسوع. ساعدنا بروحك اللي يسكن فينا. مبارك واسمك. اشكرك يا ابو الحبيب انه على وعودك لنا اللي هي امينه. انت امين، احنا اعظم منتصرين بيك يا يسوع. نعم هذا السر قطع عندنا ان الله يحطم كل اعمال ابليس. نعم الذي فينا هو اقوى من الذي في العالم. كل آلات الصور ضدنا لن تنجح، وكل لسان يتمم قضاء نحكم عليه. نهضر براتنا عبيد الرب وبرنا ادعم الله بها ان يقول السيد الرب. Thank you.
ينبغي أن يعبدوا. مبارك اسمك الأبد الأبد. آمين ثم آمين.